عملية أمنية جديدة قبضت من خلالها شرطة عدن على خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة، واقعة جاءت بعد أشهر من التحريات والمتابعة والبحث عن خيوط الجريمة التي استهدفت دار المسنين وغيرها من العمليات الإرهابية السابقة. السلطات الأمنية قالت إن وحدة متخصصة من مكافحة الإرهاب نجحت في ضبط بعض أفراد الخلية وسجلت بعض اعترافاتهم. اتصل بأسامة حيدرة ورسل لعندي أسامة حيدرة، عمر العزي وإسماعيل دربع وشكر الثقاف، استفتونا في يعني قتل المشرفين على دار العجزة. قال إنهم يعني ينصروا المسنين، وقلت له إذا كانوا فعلا ينصروا خلاص قتلهم جاهز. ايش كان دورك في عملية دار العجزة؟ انا اسم ترس برع، دخلوا أسامة وعمر عزي داخل. ايش سووا؟ صفوا. من افتى لكم بالموضوع؟ الشيخ محمد عبده. ليس هؤلاء الافراد هم كافة الخلية التي اضرمت ولا تزال النار في عدن، لكنهم بعض ادواتها الرئيسية الذين خططوا ونفذوا وسجلوا ابشع صور القتل الجماعي في العاصمة المؤقتة. بالتزامن مع العملية الأمنية هذه استيقظت عدن على سلسلة تفجيرات ضربت أنحاء متفرقة من المدينة، لكن مصادر طبية لم تسجل أي ضحايا. بحسب مصادر إعلامية فإن أولى الانفجارات وقعت بالقرب من معسكر قوات التحالف، فيما هز انفجار ثان محيط مقر إدارة الأمن، وثالث في منطقة ساحل أبين يعتقد أنه ناتج عن قنبلة صوتية، أما الرابع فهز خط 90 وبالتحديد قرب سجن المنصورة. ليست المرة الأولى التي تصعو عدن على تفجيرات كهذه، ولن تكون الأخيرة ربما في سياق المنزلة بين السلطات الأمنية والجماعات العائدة لحجز مكان في فراغ ما بعد الحرب. ففي ظروف كهذه يسعى الإرهاب وداعمه لإعادة المدينة إلى مربع الفوضى، كونها منطلق عودة الدولة إلى البلاد ومقر إقامتها، غير أن الحضور الأمني جدار صلب أمام تحرك الجماعات والخلايا باعتبار أمن عدن من أمن الدولة.